أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج الصحافة في أسبوع من القدس دوت كوم. احتلت ملفات عدة عناوين الصحف المحلية والدولية خلال الأسبوع الماضي، ولعل أبرز هذه الملفات زيارة وزير الخارجية الأمريكية جون كيري إلى المنطقة الأسبوع المقبل تزامنا مع تزايد الاستيطان والاعتداء في الضفة والقدس. ومن هذه الملفات أيضا الملف السوري والحديث عن القضاء على الجماعات الإسلامية المسلحة في البلاد وتسليح المعارضة. وآخر هذه الملفات فوز المرشح الإصلاحي المعتدل حسن روحاني في الانتخابات الرئاسية الإيرانية. كل هذه الملفات سنناقشها مع ضيوفنا في رام الله وغزة. أهلا بكم. ملفنا الأول، وزير الخارجية الأمريكية جون كيري يعود للمنطقة وهو يحمل خطة سياسية جديدة لاستئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، رغم أن مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية صرحوا بتبدد حل الدولتين. للحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا من رام الله أستاذ الدراسات الإقليمية في جامعة القدس الدكتور عبد المجيد سويلم. دكتور عبد المجيد مرحبا بك. أهلا وسهلا. يعني بداية، كيري يعود للمنطقة الأسبوع القادم ويقال أنه يحمل خطة سياسية جديدة، إلى أي مدى ممكن أن تكون هذه الخطة قادرة على جلب الفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات؟ يعني لن تكون قادرة على جذب الفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات دون أن تكون أو دون أن تتضمن بالأحرى مجموعة من القضايا الرئيسية التي باتت بالنسبة للفلسطينيين مسألة حيوية وضرورية ولا يمكن بدونها الذهاب إلى أي مفاوضات. إذا لم يكن هناك وقف للاستيطان أو تجميده على الأقل أو تعهد إسرائيلي بأننا أمام قضية تتعلق بحدود العام 67، فإنني أستبعد أن تكون هذه القضايا التي تتضمنها مبادرة السيد كيري قادرة على تليين الموقف الفلسطيني أو على إجبار الفلسطينيين إلى الذهاب إلى طاولة مفاوضات يعني لا جدوى من ورائها ولا طائل حقيقي سيحدث حتى لو عقدت عشرات الجلسات التفاوضية. أقصد أنه بدون ذلك أستبعد أن تقدم القيادة الفلسطينية على معاودة حقيقية للمفاوضات. نعم دكتور، أنت ذكرت أن هنالك مطالب للفلسطينيين للعودة إلى طاولة المفاوضات منها وقف الاستيطان والاعتراف بحدود عام 67. برأيك إلى أي مدى يمكن لخطة كيري أن تلبي هذه الاحتياجات والمطالب؟ لا أعتقد بأن الإدارة الأمريكية تمتلك من الإرادة ما يكفي لإجبار الإسرائيليين على ذلك. أنا لا أنفي أن الإدارة الأمريكية لديها رغبة، ولكن بين الرغبة والإدارة والإرادة هناك فرق ليس متوفرا حتى هذه اللحظة، وليس من وجهة نظري ممكنا توفره في القريب العاجل، حتى أن الحكومات يعني أقطاب الحكومة الإسرائيلية استبقوا السيد كيري بإعلانات تنسف كل إمكانية على هذا الصعيد. نعم دكتور، هل يمكن لنتنياهو أن يستجيب لدعوة للمفاوضات تنفذ فيها هذه المطالب للفلسطينيين؟ أرجو أن تعيد السؤال. نعم، كنت أسألك هل يمكن لنتنياهو أن يستجيب لدعوة للمفاوضات مع الفلسطينيين تنفذ فيها مطالب الفلسطينيين ومنها كما ذكرنا وقف الاستيطان والاعتراف بحدود 67؟ يعني أنا إذا فهمت السؤال جيدا، لا يوجد أي إمكانية لأن تقبل الإدارة الإسرائيلية الحالية بأي من المطالب الفلسطينية. إسرائيل تريدنا أن نذهب إلى مفاوضات تسمي مرحلة ما قبل المفاوضات بمرحلة لا شروط، هي تفرض شروطها بالكامل وعلى الأرض، ونحن تريدنا إسرائيل أن نذهب عراء من أي استحقاقات يلتزم بها المجتمع الدولي وتلزم إسرائيل. طيب دكتور، تصعيد الاستيطان والاعتداءات المتواصلة من الجماعة اليمينية المتطرفة، هل كل هذه محاولات لإفشال جهود كيري وأمريكا لاستئناف المفاوضات؟ الممارسات القائمة في القدس وفي عموم الضفة الغربية هي ممارسات ليست تابعة لمرحلة معينة، وليست ردة فعل على حدث معين، وليست مسألة مفتعلة، هي مسألة منهجية منظمة قائمة على أساس سياسات متدرجة تأتي في إطار خطة استراتيجية لتهويد القدس والاستيلاء عليها.
الخطط ليست سرية، جزء كبير منها معلن في الصحف وفي وسائل الإعلام وصادرة عن مراكز دراسات وأبحاث. الآن الأوان لكي نعرف بأن ما يجري بالقدس هي عملية منظمة منهجية منسقة مرصود لها الموارد ومرصود لها الإمكانيات، وتقوم على أسس ثابتة في سياسة الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة. من يعتقد عكس ذلك؟ سؤال الأخير لحضرتك دكتور، يعني إذا فشل كيري هل سيعلن عن فشله، وبرأيك ما هي السيناريوهات المطروحة حينها؟ يعني لن يعلن عن فشله، سيبقى يحاول، سيحاول الاستعاضة عن التقدم السياسي برشوات اقتصادية، سيحاول الحصول على ما يمكن اعتباره أو ما يعني أفصح عنه في أكثر من مرة، اللي هي إجراءات حسن النية لاستبدالها بالاستحقاقات التي تترتب على الإسرائيليين. سيحاول توظيف العالم العربي بالضغط علينا، نحن الطرف الأضعف، سيحاولون بكل الوسائل، لا ولن يعلنوا الفشل. إسرائيل مرتاحة على الوضع القائم كما هو، بما أنها مستمرة في يعني فرض الوقائع على الأرض، وبالتالي نحن لا نمتلك مقومات كافية لمقاومة هذا الوضع. قد لا نذهب إلى المفاوضات، ولكننا لن نستطيع منع الإسرائيليين من الاستمرار في سياستهم. أقصد إذا استمرينا بهذه الطريقة وإذا بقي الأمر قائما كما هو قائم اليوم، أعتقد أن إسرائيل مرتاحة، والولايات المتحدة ليست مجبرة على أن تقوم بتقديم مبادرة جديدة. بمعنى أو بآخر هذا يكرس سياسة الأمر الواقع، ونحن لن نقوى على مقاومة هذا النهج، سيستخدمون كل أنواع الضغوط ضدنا. أنا أعتقد أننا أمام مأزق سياسي كبير إذا لم تستطع الولايات المتحدة إجبار إسرائيل على تلبية الاستحقاقات المطلوبة للمفاوضات. شكرا، شكرا لك الدكتور عبد المجيد سويلم، أستاذ الدراسات الإقليمية في جامعة القدس، كنت معنا من رام الله. عفوا يا سيد. وأيضا نتحول بكم إلى ملف آخر. إلى ملفنا الثاني، الأزمة السورية والحرب المشتعلة في البلاد ما بين النظام والمعارضة، واجتماع الدول الثمانية لحل الأزمة هناك، وأنباء عن تسليح المعارضة من واشنطن. للحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا من غزة أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأمة الأستاذ عدنان أبو عامر. أستاذ عدنان مرحبا. أهلا وسهلا. يعني أستاذ عدنان، يعني بداية، كانت المطالبة ببحث مستقبل الأسد في قمة الثمانية، اليوم الحديث هو عن القضاء على الجماعات الإسلامية المسلحة، ما دلالة ذلك برأيك؟ كان من الواضح أن هناك استقطابا سياسيا حادا بين الدول الثمانية في مسألة بحث مصير الأزمة السورية، وكان واضح أن هناك رغبة أمريكية بأساس بعدم الوصول إلى مواجهة مع الروس في هذا الملف، وبالتالي وصلوا إلى صيغة متوافق عليها مفادها إمكانية وقف دعم الجماعات المسلحة وحصر الدعم فيما يسميه المعارضة المعتدلة، إلى جانب الحديث عن مستقبل الدولة السورية في مرحلة ما بعد الأسد، حتى ولو لم يتم الكلام عن ذلك صراحة بشكل واضح. طب برأيك هل ستقدم أمريكا مساعدات إلى الجيش الحر، وهل يمكن لأمريكا أن تزود المعارضة بأسلحة قادرة على حسم المعركة بوقت قصير؟ بالأمس الرئيس أوباما كان أكثر وضوحا من إعلانه يوم الجمعة، حين قال أنه يجب عدم المبالغة في الحديث عن تدخل عسكري أمريكي في ملف سوريا. أكثر وضوحا، أظن أن الأمريكان لن يكونوا أكثر مندفعين باتجاه دعم المعارضة السورية بأسلحة نوعية متطورة تحسم المعركة مع النظام، وإنما الحديث عن مسألة أسلحة تبطل المضاد للطيران، تبطل المضاد للدروع، دون أن يكون حديث متسرع حول فرض منطقة حظر جوي أو إمكانية تدخل عسكري أمريكي كما حصل في ليبيا أو العراق في فترة سابقة. طب أستاذ عبدان، يعني هنالك الحديث عن انقلاب عسكري في سوريا، يعني هل تتفق مع هذا التحليل، أو خصوصا أن قمة الدول الثمانية أو الدول الكبرى تنوي عمل انقلاب عسكري في سوريا، ماذا نتوقع من ذلك أيضا من هذا الانقلاب؟ الحديث في الساعات الأخيرة كان يشير إلى عدم رضا أمريكي غربي عن الائتلاف الوطني السوري في ضوء حالة الاستقطاب والخلافات الداخلية الكبيرة الإثنية والعرقية والطائفية والسياسية، ولذلك هناك حديث، هناك تطمينات أمريكية إلى بعض الجنرالات السوريين الكبار المحيطين بالأسد في إمكانية إعطائهم وعود براقة، مواقع سياسية متقدمة إذا ما استطاعوا الانقلاب على الأسد، لكن هل هذا ينجح أم لا؟
هناك شكوك كبيرة في إمكانية قدرة هؤلاء الجنرالات على إنقاع أسد في ضوء الاستقطاب الطائفي الكبير وتقريب العلويين الضباط الجنرالات من القصر الجمهوري في سوريا. طب أستاذ عامر، ملفنا الأخير نتحدث فيه عن فوز المرشح الإصلاحي المعتدل حسن روحاني في الانتخابات الرئاسية الإيرانية وتأثير ذلك على المنطقة. يعني بداية، هل كانت هنالك توقعات عالية بفوز روحاني بالانتخابات، وهل فوجئ العالم أيضا بتصريحاته التي تصر على ثبات الموقف الإيراني من الملف النووي؟ يعني كل من كان يعتقد أن هناك تغييرات جوهرية ستحصل في ملف إيران النووي بعد انتخاب روحاني كان واهما. هذا ملف بالذات والموقف من الأزمة السورية وغيره هي ملفات بيد المرشد الأعلى للثورة خامنئي، ودون أن يكون لذلك تأثير على تغيير موقع الرئاسة من نجاد إلى روحاني أو ولايتي. ولذلك أنا أعتقد أن هناك ثباتا إيرانيا واضحا في المواقف. قد نسمع تعليقات هنا، تصريحات هناك، اعتدال في بعض الخطابات لروحاني، لكن في التغيير الجوهري لن يكون تغيير حقيقي على الأرض. هل أنت كنت تتوقع بفوز روحاني بهذا الشكل؟ لم يتوقع أحد إطلاقا هذا الفوز الكاسح من الجولة الأولى. كل التقديرات كانت تشير إلى خوضه جولة ثانية، لكن بات واضح أن هناك حالة من الحراك في داخل الدولة الإيرانية. الشعب الإيراني واضح أنه عاش ظروفا صعبة في زمن نجاد ويريد تغييرا نحو الأحسن، ولذلك التغييرات الإيرانية متوقعة تغييرات اقتصادية اجتماعية ثقافية دون أن يكون لها دلالات خارجية. يعني سؤالي الأخير لحضرتك، برأيك كيف سيكون مستقبل العلاقات بين إيران والعالم، خاصة أمريكا وإسرائيل؟ لن يحصل تطور كبير في علاقات، تغير جوهري، لا انقلاب من الناحية العسكرية ولا انفتاح الناحية السياسية. هناك إدارة أزمة علاقات إن صح التعبير كسب الوقت من قبل الجانبين دون أن نصل إلى شفا الهاوية، لكن لا أحد يضمن ألا تصل الأمور إلى حالة من المواجهة المسلحة المفروضة على الجانبين حتى ولو يرغب بها في قادم الأيام. طب العلاقات مع حماس كيف ستكون، إيران وحماس؟ واضح أن هناك حالة من القطيعة، من الجمود، من الفتور في علاقة بين حماس وإيران على ضوء الأزمة السورية، ولا أظن أن هناك تحسن قد نشهده في قادم الأيام. قد يأخذ ذلك بعض الوقت، لكن من الواضح أن الجانبين وقفا على طرفي نقيض في هذا الملف. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ عدنان أبو عامر، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأمة، كنت معنا من غزة، تحياتي لك. شكرا جزيلا. إذا نتواصل معكم وإلى فقرتنا الأخيرة، القدس قبل 20 عاما. مرحبا بكم من جديد إلى فقرتنا الأخيرة، القدس قبل 20 عاما. لعل عناوين الصحف الصادرة في هذه الأيام تشابهت مع عناوينها قبل 20 عاما، ونقرأ في القدس قبل 20 عاما: العرب والإسرائيليون يتبادلون الاتهامات بعرقلة المفاوضات، وأنباء حول اعتزام كلينتون إفادة كريستوفر إلى المنطقة. العاهل الأردني: السلام هو الخيار الوحيد ومن الضروري إشراك الفلسطينيين في صياغته. مصدر رسمي إسرائيلي يقول إسرائيل أنفقت 1 مليار شيكل على الاستيطان خلال 8 شهور. وفي القدس قبل 20 عاما: الأردن يؤيد الكونفدرالية في إطار ضمانات تستهدف عدم تحويله إلى وطن فلسطيني بديل. كلينتون يؤكد وجود فرصة سانحة لتقدم المفاوضات ويعتزم القيام بدور مباشر بهدف إحراز تقدم. والدكتور عبد الشافي يقول تعليق مفاوضات السلام غير ممكن بمعزل عن الموقف العربي. وعرفات يدعو واشنطن لإرغام إسرائيل على تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي. نهاية هذه الحلقة من برنامج الصحافة في أسبوع، تحياتي بصير شتية وتحيات طاقم العمل، إلى اللقاء في الحلقة القادمة.